تسلم عليا ولا ايه؟ كعبتش، تعال تعال انزل انزل. حضرتك على اسمك كعبت؟ لا والله يا عم اتفضل. كعبلت يا حلو. قعدت؟ ان شاء الله هسقط. ان شاء الله هتسقط؟ اه طب شيء انا بقول اهو. ايه التفاؤل اللي انت فيه ده؟ ان شاء الله هتسقط من اول سؤال وانا بقول اهو. اه طب ان شاء الله هتنجح. لا ان شاء الله ما هنسقط. ان شاء الله هتنجح. ان شاء الله هسقط. طيب وانا ما هسقط نفسي. بس عايز تسقط بقى انت يا بس؟ اه. ولو نجحت هتسقط نفسك؟ اه. طب ما اقول لي انا هسقطك وخلاص. انا سقطت. ايه حب الفشل ده ليه؟ كده. ليه عايز تسقط ليه؟ كده. بس انا مش بحب. مش بتحب؟ انا ما كنتش جاي هنا من اصلا. انا كنت جاي من اصلا. امال مين اللي جابك بقى؟ ايه اللي اجبرك انك تيجي؟ ماما وبابا. هما قالوا لك تعالى اطلع في البرنامج. اه. فانت جاي مخنوق اساسا. عايزيني بقى. عايزيني. عايزينك تطفي. اه. يعني انت دلوقتي قاعد لا انت طايقني ولا طايق البرنامج. اه. انا طايق البرنامج كله. طب وجاي على نفسك ليه؟ ما يعني ليه السبب؟ ايه السبب؟ عشان انا مش عايز اروح. انا مش عايز اكسب كمبيوتر. كمان. ولا عايز تكسب موبايل؟ اه. ولا تكسب فيديو جيم؟ ولا اي حاجة. طب ما تيجي تاخدني قلمية. ايه رأيك؟ متضايق اول الدرجة دي؟ اه. طب مش جايز الاسئلة تيجي سهلة؟ برضه سقط نفسي. طب ومع انك مش طايق تيجي البرنامج ولا عايز تشوفني ولا بتاع تقوم تيجي بالفانيلة الداخلية كده؟ مفيش جاكيت مفيش قميص؟ لا. لا ايه؟ كده. ما انا قاعد اقول اخويا تعالى عايز امشي عايز امشي. يقول لي لا. ومين اللي حط لك جل في شعرك؟ هو. ده طبعا غصب عنك. اه هو اللي غصب عنه بقى. هو اللي حطني بغصب عنه. هو اللي حطهولي من اصلا، وانا مش عايز احطه. وخلاص. خلاص باظت. هو يعني اخوك حط لك جل غصب عنه ولا غصب عنك؟ لا غصب عنه. غصب عنه هو؟ اه. مفيش حاجه اسمها كده. ما هو ممكن ما يحطلكش، ما بقاش غصب عنه خلاص. انا كنت عامل يعني منكوش. كنت شعري منكوش من اصل. وهو دلوقتي ايه حرير يعني؟ اه. ما هو منكوش اهو. هو اللي عامله لي منكوش. طب ما تحكي لي بقى على يومك كده من اول ما بتصحى الصبح. يعني بتضرب مين وبتعور مين؟ من اول بضرب اخواتي. بتضرب اخواتك؟ اه. اول حاجه على الصبح. اه. صح؟ اه. كل يوم بلعب فيهم مصارعة. كل يوم ايه؟ بلعب فيهم مصارعة. بتلعب فيهم مصارعة؟ اه. ومخدات كمان. ده قبل الفطار؟ اه. طيب وبتفطر؟ اه بشرب لبن. تشرب لبن؟ اه. طيب وبعد الفطار بقى بتلعب في مين مصارعة تاني؟ لا بشيل حديد. بس النهارده بقى بابا قالت لي ما تروحش التمرين وروح. روح بقى هنا طيب. وهي بقى خلتني اروح بالعافية. طب كلهم زقينك انك تيجي انا غصب عني. اه. حتى طيب. اخويا اللي ورايا ده. مرمي وراك ده صح؟ اه. مرمي ورايا ده. اه. طب انت ليه قلت فوق هنا جاوبت على السؤال بتاع الفتح؟ ما انا كنتش عايز ارد. عموما هي الحكايه مش هتاخد دقايق يعني، دي شكل دبوس ونخلص من القصه دي كلها. اه.
ولا تضايق نفسك ولا بتاع، كمل لي بس يومك بعد ما بتشرب اللبن وتلعب حديد وتلطش في اخواتك. بتعمل ايه بقى؟ بنام. تاخد لك ساعتين كده الظهريه صح؟ وبعد كده عشان اسهر بقى. عشان تعرف تسهر بالليل. طب انتوا كام واحد؟ ثلاثة. مين انا ومين؟ اخر واحد. مين ومين ومين؟ داليا وديانا. داليا وديانا. داليا وديانا. وانت الاخير بقى. امال مين قاعد ورا ده؟ مصطفى. مصطفى. مصطفى؟ نسيت. يعني ده اخوك بس انت مش معترف بيه. عشان ده اللي خلى ماما هي اللي تودي. ده اللي خلى مامتك تجيبك بالعافيه. فانت بريت منه. ما حسبتوش من اخوات. وبابا بيشتغل ايه؟ بابا الحمد لله بيشتغل دكتور نساء. دكتور نساء. والحمد لله. هو انت بتشتغل محاميه ان شاء الله هتيجي تقعد بتعرفوا كله. دي مامتك؟ اشتغل محاميه وباباك دكتور نسا. وانت بقى ان شاء الله لما تكبر هتشتغل ايه؟ ظابط. هاجي اقعد على كل الناس في الجمهور دول. انت مالك داخل فيها شمال ليه كده قوي؟ لا انا داخل يمين مش شمال. يعني انت عايز تشتغل ظابط؟ في مدرسة في حياتك ولا مالهاش طعم؟ روضة. روضة سكول ان شاء الله. في مدرسة بتروح مدرسة فعلا وكله تمام؟ طب الحمد لله. وانت في سنة كام بقى؟ وامسك برضه اصحابي اضربهم لو عملوا لي حاجة. في المدرسة؟ ايه اللي انت لابسها دي؟ ايوه انا اكسب فيها. امال ايه دي؟ دي؟ اهو دي؟ لا يعني انا عايز افهم انت لابس دي ليه؟ انا دي لابسها عشان عارف انا لابسها ليه. وانا بقى عارف الفتلة دي انا عارف لابسها ليه. يعني ممكن اقطعها كده يعني ولا تقطعها؟ ما فيهاش اي حاجة. لا لا ولا تقطعها ولا اقطعها. ماما هي اللي ملبساني بالعافية. كل حياتك مغصوب عليها. طب انا عايز اقول لك حاجة. مخليني انا اخد 10 جنيه بالعافية. انت كمان مش عايز فلوس؟ مش عايز فلوس. وتمشي في المدرسة كمان مش عايز فلوس. ما اكيد عايش اتاوة في المدرسة. اكيد من هنا ربع جنيه على 50 قرش على سندوتش على كوباية عصير من اللي وراك. مسألة ماشية برضه. ولا ايه؟ صح؟ بس نعم. السؤال رقم واحد. لا ولا سائل بقى. ولا سائل برضه في القمور. طب استنى بس ده السؤال ده جاي لك على التبتوب. وانا مش هسأل. انت مش هتسأل. انا هسألك كام حاجة كده وانت حر. بس هيعجبك السؤال ده. ان شاء الله مش كده. انا عايز اسكت بس. بيقول لك اوقات الفراغ بتاعتك. يعني لما يبقى عندك وقت فاضي وقت فراغ بتحب تروح المكتبة؟ لا مش بحب. انا ما قلتش انا ما اقدر. ولا تحب تنزل الشارع؟ ايوه. بكسبك قدام الجمهور يا احمد حلمي. يمكن احمد حلمي. طب انت جاوبت على طول تاني اجابه. لان الاثنين التانيين ولا تروح النادي ولا تروح السينما انت قلت تنزل الشارع. ايوه على طول بنزل الشارع بس. طيب بالنسبه لك انت بالنسبه لك انت اللي انت قلته ده اجابه صح. انا عارف اجابه غلط يعني. لا اجابه صح لانه السؤال ده كل واحد حر. طبعا انا كان امنيه حياتي تكون بتروح المكتبه تروح النادي. اغني لكم اغنيه وخلاص. تروح السينما ده في الاخر. قول لكم نقطة في الآخر. حلوة أوي. بلاش مرة واحد عليان وأنا لابس كلوت ولا أي حاجة. اتفضل. واحد اتفضل 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 اتفضل. لا غوش.
ابو الكيفان ده الكيفان ده طب اعمل ايه طب انا اه كان قلبي حاسس ده انا لا وبعدين انا لغوشت لاني ما اضمنش بقيتها هيكون ايه ده اولها واحد عريان اولها اولها فيش كان في مره واحده قالك بقى كده مش حلوه لا 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 ابوس ايدك استنى بس خلي ايه عايز اقول لك حاجه تعالى نتفق على اتفاق طيب ايوه اهدى كده تعالى نتفق على اتفاق اعملوا لي خلي النكت والفوازير والاغاني في الاخر اتفقنا السؤال رقم 2 هو نفس المكان والت ديزني والت ديزني هو مخترع شخصيه ميكي ماوس ولا ميكي هاوس ولا ميكي كات ولا ميكي دوج ميكي مين مين الشخصيه المشهوره قلت انا كده يعني لا في الاربعه قلت انا كده قلت حاضر يا عم حاضر في ايه ميكي ماوس ولا ميكي هاوس ولا ميكي ماوس ميكي ماوس صباح الفل ايوه اوكي هجيبكم ناس عند الموبايل اوكي لا لا ما هخلي لك الموبايل موجود ونكمل عادي وبعدين الاجابه الصح هقول لك عليها صباح الفل